بداية مثيرة لليوم الأول من الجولة 16 من الدوري المصري. فيوتشر يفوز على الجونة في مباراة مثيرة 3-2. سجل الفيوتشر أحمد رفعت وأيمن الصفاقسي وأحمد عاطف، وسجل للجونة عمرو طارق ومحمد نجيب. فيوتشر رفع رصيده للنقطة رقم 25 في المركز الخامس، والجونة توقف رصيده عند 17 نقطة في المركز الـ11. غزل المحلة وفاركو 1-1 على ملعب غزل المحلة. تقدم لفاركو المدافع أحمد عبد العزيز مودي، وتعادل ل المحلة لاعبه المعار من النادي الاهلي وليد مصطفى. فاركو رفع نقاطه للنقطة رقم 22 في المركز السادس، بينما رفع المحلة رصيده للنقطة رقم 20 في المركز السابع. اخر مباريات اليوم كانت مباراة ضعيفة المستوى، جمعت ما بين سموحة ومصر المقاصة، انتهت بفوز نادي سموحة بنتيجة 1-0 بهدف احرزه المدافع شريف رضا. سموحة رفع رصيده من النقاط للنقطة رقم 26 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة رقم 10 في المركز الاخير. بعد تخطي الرجاء المغربي في دوري ابطال افريقيا والصعود للدور نصف النهائي والحصول على 48 ساعة راحة من قبل المدير الفني الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، النادي الاهلي يعود للتدريبات من جديد استعدادا لمباراة طلائع الجيش يوم الاربعاء الجاي باذن الله الساعة 9:30 مساء. التدريبات غاب عنها النهاردة نجم الفريق والجناح الصاعد الواعد احمد عبد القادر بسبب تعرضه لكدمة في الكتف تعرض ليها خلال مباراة الرجاء الماضية. موقف اللاعب لسه غير محدد من المشاركة في مباراة طلائع الجيش، لكن الاقرب باذن الله ان هو هيكون متاح مع بيتسو موسيماني مع باقي اللاعبين. مدافع الفريق رامي ربيعة بدأ الخضوع للمرحلة الاخيرة من البرنامج التأهيلي للعودة من الإصابة. طبعا رامي ربيعة كان تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني في مباراة السنغال في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، اللي للأسف الشديد انتهت بخروج منتخبنا الوطني وتأهل السنغال لكأس العالم. المباراة طبعا زي ما قلت لحضراتكم هتكون الساعة 9:30 مساء يوم الأربعاء بإذن الله على ملعب الأهلي والسلام، المباراة بطاقم تحكيم مصري. طبعا خلال الأيام الماضية النادي الأهلي كان بعد جواب لاتحاد الكرة المصري يطالب فيه بتعيين حكام أجانب لمبارياته القادمة، وبعد كمان الدولارات اللي هيرسلها لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم عشان يستجلب هؤلاء الحكام. النادي الأهلي وضع 5 اتحادات أوروبية يجيب منهم اتحاد الكرة حكام أجانب، هم الاتحاد الإنجليزي والأسباني والفرنسي والإيطالي والألماني. اتحاد الكرة أرسل رسالة للنادي الأهلي أعلم فيها أن الـ5 اتحادات دول أرسلوا للأسف الشديد اعتذار لاتحاد الكرة لضيق الوقت، وأن هم مش هيقدروا يرسلوا حكام للاتحاد المصري في هذه الفترة لإدارة مباريات النادي الأهلي، وبالتالي اعتذر اتحاد الكرة المصري للنادي الأهلي عن وجود حكام أجانب في مبارياته القادمة، لكن الاعتذار ده مؤقت وهيعيد اتحاد الكرة بإذن الله تاني إرسال رسالة للاتحادات الأوروبية لجلب حكام أجانب للمباريات اللي بتخص النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري. نادي الأهلي بيحتل المركز الثاني في بطولة الدوري المصري برصيد 31 نقطة، لكن بـ3 مباريات أقل من نادي الزمالك اللي بيحتل المقدمة برصيد 35 نقطة، بينما بيحتل طلائع الجيش منافس النادي الأهلي في المباراة دي المركز العاشر برصيد 18 نقطة. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيعلن عن التشكيل المثالي للجولة الماضية من دوري أبطال أفريقيا اللي شهدت مباراة الأهلي والرجاء المغربي، وشهد التشكيل المثالي تواجد مدافع النادي الأهلي ونجم منتخبنا الوطني محمد عبد المنعم في هذا التشكيل. طبعا محمد عبد المنعم كان هو سجل هدف النادي الأهلي اللي تعادل بيه النادي الأهلي أمام الرجاء المغربي، وكان الهدف هو السبب في تأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي. مبروك يا محمد، وبإذن الله تستمر على هذا المستوى المتميز. اتحاد الكرة المصري بيواصل الإبداع والافتكاسات والعك. النهاردة رئيس اتحاد الكرة المصري أستاذ جمال علام فاجئنا جميعا إن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم لم يطلب إعادة مباراة السنغال، وإنما طلب إن منتخب مصر هو اللي يتأهل مباشرة بسبب التجاوزات اللي حصلت من جماهير السنغال. كلام جديد جدا أول مرة نسمعه. اللي احنا عارفينه من تصريحات حضرتك يا أستاذ جمال في الأيام الماضية إن اتحاد الكرة المصري أرسل خطاب لإعادة المباراة، الشكوى عشان إعادة المباراة، لكن الكلام الجديد إن الشكوى عايزة إن المنتخب المصري يتأهل مباشرة، معناه إن الشكوى دي ولا ليها أي 30 لازمة ولا في ليها أي اهتمام
ولا كان ليها اي دراسة ولا اي حاجة. مش بس كده، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم استاذ حلمي مشهور اكد ان اتحاد الكرة المصري لم يتراجع عن التعاقب مع ايهاب جلال. احنا لحقنا يا جدعان، هو الراجل لحق مسك. مش بس كده، عضو مجلس الإدارة كابتن حازم إمام بيؤكد إن هو كان ضد اختيار كابتن إيهاب جلال كمدير فني لمنتخبنا الوطني، وإنه كان بيفضل مدير فني أجنبي، وإنه مش هيحضر الاجتماعات الجاية. يا جماعة، أنتوا جايين تتكلموا بجد ولا جايين تهزروا؟ والله العظيم شكلكم جايين تهزروا. القرار بينام يتاخد بالأغلبية خلاص. يعني ايه واحد القرار مش عاجبه فيقول خلاص انا مش هحضر؟ التهريج اللي بيحصل داخل الاتحاد المصري لكرة القدم اللي لسه جاي من فترة قليلة جدا بيؤكد ان احنا في الطريق الى ربنا يستر. بكرة بإذن الله النادي الإسماعيلي هيواجه نادي إنبي على استاد الإسماعيلية في الجولة رقم 16 من الدوري المصري الساعة 9:30 مساء. مباراة مهمة جدا للنادي الإسماعيلي اللي بيحتل المركز 16 برصيد 11 نقطة، ويهمه جدا الحصول على الثلاث نقاط، بينما نادي إنبي بيحتل المركز 11 برصيد 16 نقطة. التشكيل المتوقع بإذن الله للنادي الإسماعيلي غدا من قبل الكابتن حمد إبراهيم المدير الفني للنادي الإسماعيلي مش هيختلف عن مباراة إيستن كومباني اللي النادي الإسماعيلي فاز بيها بثنائية محمد الشامي. يعني في حراسة المرمى محمد فوزي، خط الدفاع في ظل غياب باهر المحمدي هيكون محمد هاشم ومحمد نصر، عصام صبحي في الباك رايت ولو منعته الإصابة من التواجد هيتواجد في المركز ده محمد بيومي، وفي الباك ليفت عمرو الحلواني. خط النص الجزائري محمد بن خماسة، قدام عمر الوحش ومحمد عادل، على اليمين عبد الرحمن مجدي، وفي الشمال احمد مدبولي، وفي الهجوم محمد الشامي. محمد الشامي مهاجم الفريق بيقدم ابرز مستوى ليه من اول ما جه النادي الاسماعيلي. لاول مره محمد الشامي بيحرز اهداف في مباراتين متتاليتين. محمد الشامي هو هداف النادي الاسماعيلي حتى الان في هذا الموسم برصيد 3 اهداف، وهو اللاعب الوحيد داخل فرقه النادي الاسماعيلي اللي احرز اكتر من هدف واحد. مباراة مهمة جدا وفاصلة في مشوار النادي الاسماعيلي هذا الموسم، وبإذن الله يتحقق فيها الثلاث نقاط والفوز للنادي الاسماعيلي. لو لسه ما عملت سبسكرايب في القناه يا ريت تشرفني تعمل، ويا ريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان تكون اول واحد يوصلي دايما كل الجديد بتاعنا باذن الله. ودائما وابدا انديتنا الجماهيريه اولا وفوق الجميع. شكرا ليكم، سلام عليكم.